الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتزع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. أيها المستمعون الكرام، يكفي لشرف العلم أنه صفة جليلة من صفات الله، وانعكاس نابع من أسماء الله العليا. وليس العلم هو الحفظ والاستظهار، وليس العلم هو الجمع والادخار، فذلك شأن الببغاء العجماء أو شأن المسجلة وآلة السماء. ولكن العلم هو الفهم والإدراك، العلم هو التفقه والمعرفة، العلم هو الذي يحرك النفس ويلين القلب، العلم هو الذي يرفع شأن صاحبه ويدعوه إلى العمل والتطبيق. والعلم والدين متفقان في الإسلام، لا ينفك أحدهما عن الآخرة. فالإسلام هو الدعوة إلى العمل، ولا عمل إلا بعد العلم. فلا بد إذن لصاحب الدين والدعوة تلقي العلم. فقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال المعلم الأول والآخر صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك مرؤوف رحيم. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى والمجتبى وخير الورى، شفيع الأمم، سيد العرب والعجم، معدن الجود والكرم، مخزن العلم والحكم، صاحب التاج والمعراج والبراق والشفاعة والصيف والألم، مهبط النور والقلم، ومفتاح الكرم ومصباح الظلم، بشير المسلمين والمؤمنين، نذير الكافرين والمشركين، وعلى آله وأصحابه أزواج الطيبات الطاهرات، خصوصا على رفيق الغار أبي بكر الصديق مقبول الله الستار، وعلى قامع بنيان الكفار عمر بن الخطاب محبوب الله العزيز الوهاب، وعلى جامع القرآن والفرقان كامل الحياء والإيمان عثمان بن عفان مولد إحسان السبحان، وعلى أسد الله الغالب عالم المشارق والمغارب مزهر العجائب والغرائب مدينة العلوم والمطالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أبدا، وعلى ستة الباقين من العشرة المبشر بالجنة دار السلام، وعلينا ومعهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام بالمسلمين، بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.